سيدي القاضي، لم يسبق أن اشتكى أي شخص أو تذمر من تعامل موكلتي أو حتى تصرفاتها، ولم يشك أي أحد بها، وذلك لأن كل الناس تعلم أن غانغا فتاة مهذبة كما أنها صادقة، وحياتها تشهد على كلامي هذا، وهي مستعدة أن تساعد الجميع إن اضطرت، ولكن يستحيل أن تتصرف بطريقة تشوه سمعتها. إذا سمحت أستاذ ساغر، توقف عن إعطائنا هذه العظات، وأبلغنا إن كنت تملك أي دليل يثبت أن غانغا لم ترتكب أي خطأ. ويا أستاذ، كما علمنا أنا والجميع أنك كنت تدرس خارج البلاد، فهل لديك القدرة أن تثق بها؟ والأهم، كيف تعلم كيف كانت غانغا تتصرف بالفترة التي غبت بها؟ هيا أجبني. كنت عارفان إنه الأستاذ بعتاك رح يستفزه لساغر بتعليقاته الساخرة، بس لازم ساغر يعرف كيف يرد. سيادة القاضي، لدي دليل مؤكد يثبت أن الفتاة التي أمامك تدعي البراءة، ولكن الحقيقة مختلفة. احترم حالك! هدوء هدوء، انتبه لكلامك حضرة المحامي. أنت الآن متواجد في المحكمة، ومن واجبك أن تحافظ على اللباقة في الكلام. أعتذر سيادة القاضي، أنا آسف. سيادتكم، لا مشكلة، هذه أول قضية للأستاذ وأتفهم ذلك، وأنا متأكد أنه سيرتكب الأخطاء. أكمل لو سمحت.